يعني الكلام هو بس فاطمة صف لكل الفنانين. إذا أنت بتشتغل عمل وما تبي أحد ينتقدك، ما تبي أحد يقول رأيه، خليه برايفت. بالضبط. أي لا تمثل، لأنه أنت تمثل للجمهور. بالضبط. والجمهور من حقه يقول رأيه سواء سلبا أو إيجابا. ما تبغى الجمهور يقول رأيه، لا تمثل. بالضبط. تقدم مسلسل باختصار. طيب الناس جالسة تتهم مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، اللي هو مسلسل هدى حسين، بأنه لا يمثل المجتمع. إيش رأيك بهذا التعليق اللي دائما صاير يتردد؟ لا يمثل. والله إذا بنيجي على هذا التصريح أو على هذه المقولة، فكل المسلسلات لا تمثل المجتمع. كل ما صدر مسلسل قالوا ما يمثلنا، ما الشيء الموجود في هذا المسلسل ما هو موجود عندنا. فخلي الناس تشوف، تتابع بنية المتعة، بنية إنها تشوف. هل بالضرورة المسلسل يمثل المجتمع أصلاً؟ على حسب.